ونروح لمارسيل كولر يا كريم. مارسيل كولر بجد، وانا قلت الكلام ده انا وانت كتير قبل كده، الراجل ده راجل ذكي جدا، راجل بيجمع بين حاجتين، بيجمع بين اولا الذكاء الشديد في الملعب والتطوير اللي حاصل مع لعيبه كتيره جدا. انت اوقات بتشوف مدير فني بيجي، ويمكن ادي مثال على ده موسيماني، طور بعض اللعيبه، ولكن على الصعيد الثاني في بعض اللعيبه مستواها قل، او يمكن في بعض اللعيبه ما حسيتش بوجودهم قوي زي الاول، وكان في اعتماد على سكواد واحد. لكن انت دلوقتي بتتكلم في مدير فني، انا يذكرني صراحه بمانويل خوسيه مع النادي الاهلي. ليه؟ لان هو عنده صرامه، ربما اقل شويه في النسبه من مانويل، ولكن عنده صرامه كبيره جدا. اولا ثانيا عفوا اللعيبه بتحبه، وفي نفس الوقت هو مندمج جدا مع الجماهير، في كيمستري حلوه مع الجماهير. طبعا. مش اي مدير فني على فكره عارف يعمل المعادله دي. دي معادله صعبه بالمناسبه، مش سهله. بتحس معاه ان هو بياخد الامور بدراسه، مش ماشي عشوائي. في مدربين فنيين كتير في بعض حتى المنتخبات بتيجي تشوف في عشوائيه، لكن الراجل ده فعلا بيحسبها، الراجل ده فعلا حتى بيتكلم في تصريحات بيتكلم بمنطقيه تماما، ويبقى عنده شفافيه، وما بيحملش حد مش مفروض تحمله الخطا ابدا، خطا او خساره او اي حاجه في المباراه. ده كلام محترم جدا، وخلينا نروح فعلا نسمع التصريحات بتاعته. انا عجبتني التصريحات بتاعته، قال لك طبعا كان في ظروف صعبه، لكن احنا النادي الاهلي احنا واخدين على ده، ودورنا ان احنا لو في حتى صعوبات نذلذل هذه الصعوبات. خلينا نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel. War natürlich jetzt auch wieder andere Temperaturen als wir das gewöhnt waren. كان ماتش صعب جدا، وخصوصا مع درجة الحرارة العالية اللي احنا مش متعودين عليها والرطوبة العالية جدا. Und der Gegner war stark. المنافس كمان كان قوي. Probleme gehabt natürlich. سبب لنا متاعب ومشاكل. Hier zu spielen, der Rasen ist viel zu hoch. كمان صعب جدا ان احنا نلعب كورتنا على ملعب زي ده. النجيلة عالية جدا، الملعب صعب جدا. وانا اتعلمت درس جديد، هي دي افريقيا ولازم الواحد يتعامل مع كل الظروف. الشوط الاولاني كان عندنا مشاكل اكتر، لكن بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل واضح ان احنا لازم ندوس على نفسنا اكتر من كده، لازم يكون عندنا اراده اكتر من كده، لازم يكون عندنا رغبه اكتر من كده، وان كل واحد لازم في عقله ان هو يدوس على نفسه اكتر، ان احنا لازم نكسب النهارده ونطلع بثلاث نقط باي شكل. فاللعيبه نزل الشوط الثاني بصراحه عملوا اللي انا كنت عايزه، واحنا جايين هدفنا الفوز بس. Das Tor war dann auch sehr schön rausgeschüttet mit Schehet, der einen riesen Sprint gemacht hat, sich durchgesetzt hat. وعملنا الشوط الثاني كان كويس جدا. الجون الثاني، الجون اللي احنا جبناه الجون الاولاني كان مكافاه لينا على مجهودنا الكبير. حسين عمل سبرنت عظيم جدا، الضغط اللي احنا بنتكلم دايما عنه، وقدرنا ان احنا نجيب جون حلو جدا. Ja, Nedved hat für mich ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nedved بالنسبه لي عمل ماتش كبير جدا. ناقصه بس شويه ريتم ومشاركه. جاله طبعا كرامبات، جاله شد خفيف عشان خاطر طبعا مع المجهود الكبير اللي بذله وبقاله كتير ما بيلعبش. كان بيكسب كل الالتحامات، كان عنده حضور في منطقه نص الملعب، مسيطر عليها تماما، عمل ماتش كويس قوي. وسام ده اول ماتش ليه رسمي مع النادي، جري كتير جدا، بيضغط كويس قوي من قدام زي ما انا عايز، وفي الوقت القصير اللي لعب فيه كان متهيألي ظهر بشكل كويس قوي. هي تفصيله شخصيه النادي الاهلي اللي دايما لما بتكون حاضره الامور بتتحسب، وكانت حاضره بقوه في الشوط الثاني تحديدا من اللقاء الماضي. طبعا دي شخصيه النادي الاهلي اللي اتكلم عنها كمان